بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ساعة أردنية. رحبوا معي بضيف هذه الحلقة السيد محمد البطاينة صاحب حيدوري الأراجيل. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك ويسعدك. في البداية عرف السادة المشاهدين بحضرتك ومسيرتك المهنية والعملية. أنا محمد البطاينة، عمري 24 سنة، درست بجامعة اليرموك، خلصت تصميم داخلي ودورت على شغل وقدمنا كثير واشتغلنا بس ما زبطت معي. اتخذت قرار انه اروح على صندوق التنمية والتشغيل. حلو. اخذت من عندهم قرض وفتحت هذا المحل. الحمد لله يعني الامور ماشية وتمام. ما هي ابرز الخدمات والمنتجات اللي حضرتك بتقدمها بالمحل؟ انا عندي مثلا زيادة على المعسل الرجل وهيك اشياء، جبت دخان وببيع بطاقات كمان، طاقات خلوية. طاقات خلوية. كيف طبيعة الاسعار عندك؟ في متناول الجميع؟ اسعار زي يعني تناول الجميع وزي الاشياء اللي هون، لان حتى ارخص من المحلات اللي هون في حكمة او في اماكن ثانية، في كثير عندي اسعار ارخص من السوق كمان. القطاع حضرتك تشتغل فيه قطاع حساس وفيه منافسة عالية، شو اللي ميز حضرتك بالسوق المحلي وخلاك تكسب ثقة الناس؟ انا اشتغلت صح وجبت معسل نظيف وبعته باسعار متناولة الجميع يعني، واسعار رخيصة كثير وكيفوا علينا الناس. ما هي ابرز المشاكل والصعوبات اللي حضرتك تواجهها وكيف تخطط؟ المشاكل اول شيء واجهتني بالرخصة، رخصة المحل عذبوني كثير عليها اول شيء، وثاني شيء لما افتتحت المحل انا كنت لاف على اكثر من تجار السوق الكبار ما اخذ اسعار، اخذت اسعار ونزلت من عند شعبان ضعتي، ولقدام صرت اكتشف انه الاسعار غالية اللي كانوا يعطوني اياها في اسعار رخيصة، وحليت هاي المشاكل وصرت اجيب واعرف بالسوق وهاي كم سعرها وهاي كم سعرها. وبالنسبة للمشاكل يعني ممكن زباين شوي يغلبوني بس هيك. الرؤية المستقبلية لحضرتك؟ الرؤية انه انا بحب يعني انه اوسع بالمحل، اجيب اشياء زيادة على المحل، حتى رحت امبارح دورت على فريزر حتحط فيه ثلج واشياء، بدي اجيب ثلاجة بيبسي كمان، وبدي اجيب ماكينة سلاش وهيك عصائر، انه اوسع بالمحل وان شاء الله لو قدام يعني ممكن نفتح فرع ثاني. نصيحتك لابناء الوطن العاطلين عن العمل؟ نصيحتي لهم يعني حتى اذا ما لقوا شغل ما يأسوا، يروح خلاص يقول ما في شغل ويقعد، لا يروح يشوف هاي صندوق التنمية والتشغيل، في اكثر من صندوق، يعني صندوق التنمية والتشغيل كثير ممتاز، صندوق حكومي موثوق، باخذ منه قرض وبفتح محل واموره تمام، احسن ما يضل قاعد في الدار. كما وتعلم سيد محمد ان الاردني ينعم بنعمه الامن والامان، ماذا تعني لك هذه نعمه الامن والامان؟ يعني بكفي انه الواحد بيسكر محله او حتى احيانا نسيت اغراض برا ما فيش حدا قرب عليهم يعني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني الحسين، ماذا تود ان تقول له؟ بدي اقول له الله يطول عمرك. بس طريقه التواصل مع حضرتك عن طريق عنوان المحل ورقم تليفون المحل. محل على طريق حكمه مرو، ماشي، اسمه المحل حيدو، ورقم تليفوني 0796942062. الله يعطيك الف عافيه ونورت برنامجنا سيد. الله يعافيك ويسلمك، اهلا وسهلا فيك.